ومش موجودين في العشر غير في العشر الأواخر، لأن في العشر الأواخر كمان ربنا سبحانه وتعالى بيزود النفحات علينا. احنا بنقول من أول رمضان إن مفتوحة أبواب الجنان ومغلقة أبواب النيران، وأبواب السماوات كلها مفتوحة، عندك وفود من الملائكة طالعة نازلة، عندك فيها ليلة هي خير من ألف شهر. طبيعي كل واحد فينا محتاج اللي يتسند عليه يطمنه. 40 سنة معاه، طبيعي تطمن، طبيعي جهينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله على تمام النعمة، وعلى يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا في الأيام اللي فاتت من رمضان بالصيام والقيام، وأكرمنا على إدراك رمضان. كنت في المسجد، عشان كده يقول لك نويت الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه. فأي فرد هتخش تصليه في المسجد هتقعد قبله بشوية بعده بشوية، حتى وجود صلاتك في المسجد تنوي الاعتكاف، تاخد نية وثواب الاعتكاف، وتبقى عملت عبادة جديدة مختلفة عليك مش كتير بنعملها، يعني سنة من السنن اللي تقريبا حاليا خاصة في جيلنا شبه مهجورة، محدش فاهم قوي يعني.
فتعالوا في العشرة الأواخر دول نحاول ونجرب إن إحنا فعلا نعتزل النساء. الكلام دلوقتي مش بس المتزوج واللي مش متزوج، إزاي تفكر إن أنت تعتزل أو تصوم صيام العين، إزاي تصوم الصيام الإلكتروني. السيدة العذراء مريم عليها السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، عملت نوع من أنواع الصيام، صيام الكلام، أنا مش هتكلم. راحت بولدها وإيه ده وخلفت إزاي ويا مريم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، نوع من أنواع الصيام. إحنا محتاجين، كنا محتاجين ده في الشهر رمضان كله، إن إحنا نعمل الصيام الإلكتروني ده. نعمل الصيام عن إن إحنا نفضل نتتبع عورات الناس، ونشوف مين عمل إيه ومين راح ومين جه وفضيحة مين ومين حصل له ومين قاله، ونسمع مين بيشتم في مين ومين بيسب في مين، ونفضل نملأ دماغنا وعينينا وعقلنا الباطن بصور بتعكس جوانا حاجات صعبة. والله الصور دي بتدينا أمور سلبية كتير جدا، منها عدم الرضا عن الحياة اللي احنا عايشينها. أنا بتكلمك دلوقتي مش بس في نقطة النساء والبنات، إن أنت بيبقى عندك عدم رضا بأي واحدة ممكن تشوفها تخطبها ولا تتجوزها ولا مراتك اللي موجودة، ولا لأن أنت خلاص بقى في حالة من انعدام الرضا والمقارنة الدائمة اللا إرادية. محدش فينا يقول لا أنا جامد وأنا هعرف أعمل، عندك حالة من المقارنة وعدم الرضا بالاطلاع على كل على حياة الناس اللي موجودة على شاشة قدامك، ما بتعكسش غير لحظات من الحياة الحقيقية للبني آدم اللي عنده برضه مقاسي وعنده مشاكل وعنده عيوب وعنده أخطاء وعنده هو بس بي 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 بيكمل صورته ويجمل صورته عشان أنت تشوفها فتعكس في خيالك. فتعال بقى في العشرة الأواخر نزيح كل ده، نشيل كل ده من فوق دماغنا، نبعد كل ده عن مشاعرنا وعن إحساسنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة مهمة جدا في اعتزال النساء، إنه يا جماعة اعتزلوا كل شيء ممكن يلهيكم عن الاجتهاد الدائم والتام للفوز. ما هو فكرة العشر الأواخر دول ربنا سبحانه وتعالى جعلهم عشان إحنا نفوز، نكسب برمضان كله ونكسب حياتنا ليه ما بعد رمضان. أنت بتمرن نفسك وبتدرب نفسك على حياة فيها من الصفاء والرقي اللي بندور عليه طول السنة، ومش موجودين في العشر غير في العشر الأواخر، لأن في العشر الأواخر كمان ربنا سبحانه وتعالى بيزود النفحات علينا. احنا بنقول من اول رمضان ان مفتوحة ابواب الجنان ومغلقة ابواب النيران، وابواب السماوات كلها مفتوحة، عندك وفود من الملائكة طالعة نزل، عندك فيها ليلة هي خير من الف شهر. ليلة القدر في العشر الاواخر خير من الف شهر، ممكن توافقها فتكون ليلة قدرك وسعدك، وربنا سبحانه وتعالى يقسم فيها الارزاق ويغير فيها الاقدار. فانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تأتي العشر الاواخر يوقظ أهله، يشد مئزره، يعتكف في المسجد ولا يخرج منه صلى الله عليه وسلم إلا مع ليلة العيد إن شاء الله، مع صلاة العيد. طيب إحنا يعني ادينا كده جدول عن العشر الأواخر ممكن يبقوا شكلهم عامل إزاي. هقول لك جدول تصوري كان بيعمله أهل الله من يعني الصالحين والكبار، ونشوف هنحاول نعمل معاه إزاي، يعني إيه اللي نقدر نعمله يعني.
نفحة من نفحات هذه الليلة العظيمة المباركة، وإحنا منتظرين الفرج التام والعاجل من الله تبارك وتعالى، وإحنا مؤملين ومؤمنين إيمان داخلي. هو شوف إحنا في أول رمضان كنا بنقولنا إيمان صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو أنا إزاي أدرك ليلة القدر؟ عدد عرفوا العرب في الوقت ده هو 1000، عندهمش اكتر من كده. يعني العرب زمان كانوا لما حبوا يقولوا يعني اكتر من 1000 يقولوا 1000 1000، يعني اللي عنده مليون درهم مثلا في وقتها كان يقولك عندي 1000 1000 درهم، ما عندهمش اكبر. فربنا قال لهم اكبر عدد بيقولوه، فده في بيفسروا العلماء انه اكبر عدد تتصوره انت في حياتك وصل لك بقى في زمنك الحالي ليلة القدر خير منه كرما منه سبحانه وتعالى. آمنين مطمئنين غير خزايا ولا مفتونين، وأن ينظر إلينا بنظر الرضا أجمعين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين إذا نظر إليهم سكن غضبه في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عتقاء رمضان ومن المقبولين، وأن يعطينا في ليلة القدر على قدر قدره. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.